حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من القمشلي العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. سيادة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. نبدأ من الاشتباكات التي تجري في جنوب الرقة، ماذا يجري الآن بالتحديد؟ أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم الآن إلى قلب مدينة الرقة من جهة جنوبية طبعا، وهناك هجمات مختلفة لداعش ومحاولة يعني تصديها لتقدمنا، ولكن نقوم بدخول المدينة من عدة محاور. الآن حي هشام عبد الملك محرر بالكامل، ونتجه إلى الكورنيش والأمن السياسي. حي اليرموك أيضا من غرب المدينة تم تحريره بشكل كامل، ولكن نعاني الآن موضوع التفخيخ والألغام. كذلك تم اكتشاف عدد كبير من الأنفاق تصل بالأحياء التي تم تحريرها أيضا، كان يستعملونها مقاتلو داعش للدخول أو اختراق مراكز قيادة قواتنا، ولكن تم التصدي لهم وكشف هذه الأنفاق. طبعا اليوم انضم مقاتلين جدد، تم تخريجهم من معسكرات تدريب، تم زجهم في ايضا في جبهات قتال، وخاصه ان طبعا المساحات المحرره اصبحت كبيره وتحتاج الى تمشيط وتطهير من كافه الالغام وكذلك من عناصر التنظيم التي تختبئ داخل الأنفاق. نعم، طيب بالنسبة للمقاتلين الذين تم وضعهم في الخطوط الأمامية للقتال، وهما تقريبا حوالي 1000 مقاتل، وطبعا حضرتك صحح لي إذا كان رقم خاطئ، يعني قلت بأنه تم تدريبهم، يعني هل لديهم ربما التدريبات الكافية لمواجهة داعش بريا ووجها لوجه وفي الخط الأمامي؟ ليس في الخط الأمامي تماما، هم يقومون بعمليات التطهير والتنظيف فقط، ولكن هم مدربين بشكل جيد جدا، ولكن يعني المقدمة ومقدمة قوات تجاوزت وجودهم. يعني إن شاء الله في الأيام القادمة سيكونون في الخطوط الأمامية مع المقاتلين القدامى. نعم، طيب ماذا بالنسبة للمدنيين؟ يعني لابد أن نسأل عن وضعهم في ظل كل هذا، في ظل استخدامهم من قبل داعش كدروع بشرية، في ظل ممارسات داعش الإرهابية، هل من خطة جديدة وضعت لحمايتهم لإنقاذهم؟ صحيح صحيح، هناك ممرات آمنة نحافظ على أن تكون سليمة ونظيفة 100% وبعيدة عن قناصات داعش. الآن يخرج عدد كبير من المدنيين وخاصة في منطقة سوق الهال، يعني ويتجهون باتجاه المناطق الآمنة، وستقوم قوات سوريا الديمقراطية بإيصالهم إلى المناطق إما لأقربائهم أو لمخيم اللجوء في عين عيسى. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القمشلي.